جدا ووجعاك على شده ووجعاك بعنف لولا تامر عبد الحميد ارض اكتوبر كانت راحت من نادي الزمالك. تاني، لولا تامر عبد الحميد راح وصور، لولا تامر عبد الحميد راح وقال ان مفيش صريخ ابن يومين في الارض، لولا تامر عبد الحميد طلع وقال ان هناك انذارات اتبعتت لان انت ما دفعتش الفلوس بتاعه اكتوبر ولم تتخطى النسبه بتاعتك ال 2%، لولا تامر عبد الحميد فجر الموضوع، لولا تامر عبد الحميد عمل الفيديو، الارض ديت كانت هتروح من نادي الزمالك. وكل الاجراءات اللي انت عملتها في ارض اكتوبر تمت بعد ما انا طلعت واتكلمت وفجرت القضيه وفتحت الملف ده. انت بتحاول تعمل غسيل مخ للناس، انما هيبقى الحق حق. وفي فيديوهات موجودة وفي يوتيوب موجود وفي تواريخ موجودة وفي عقود هتبقى موجودة وفي حاجات كتيرة جدا للتاريخ مش لدلوقتي كمان. لولا تامر عبد الحميد هو اللي فجر ملف اكتوبر وهو اللي فتح القضية دي وهو اللي كشفها، الارض ديت كانت هتروح من نادي الزمالك. وكل اللي انت بتعمله بتعمله بعد ما تامر عبد الحميد طلع وقال وفجر هذا الموضوع. من ضمن التصريحات الخطر جدا واللي لابد ان يتوقف عندها كتير، ان انت طلعت برضو في الفيديو بتاع امبارح، هو عمل الفيديو ده امبارح بالمناسبة، هو عمل الفيديو دوت امبارح بالمناسبة، قال ايه؟ قال الناس جت وقالت احنا بنثق في الراجل ده ومجلسه وعاوزينه يكمل. طب ازاي؟ انت بتكشف نتيجة تصويت، بتكشف نتيجة تصويت في اول يوم؟ طب ازاي؟ هي لسه في تاني يوم ناس هتيجي ولسه في فرز للصناديق وفي لسه في فتح للصناديق وفي لسه مين اللي قال ومين اللي قال. معقولنا لو الناس قالت لا على الميزانيه يبقى الناس رافضينك؟ ماشي؟ ما هو لو الناس قالت لا الناس رافضينك. انت جبت منين دي؟ يعني جبت منين ها؟ ان انت مستبق دايما الايه؟ الاحداث. من ضمن التصريحات اللي مش هينفع يعني ان هي تتساب كده، في تصريحين في منتهى الخطوة، في تصريحين في منتهى الخطوة. التصريح الاولاني قال الانتخابات اللي فاتت قائمتي اكتسحت وفوت احمد مرتضى بمزاجي وقعدوا يلعبوا في الورق طول الليل وانا عارف ان الواد ناجح وباكتساح. ده كلامه هو مش كلام انا بالمناسبة، يعني علشان هيقعدوا يجعروا ويقولوا زوروا الانتخابات ليهم كلهم. طب هو ابني منجحش او ابنه منجحش، يبقى انت كده بتعترف، انت كده بتعترف ان الانتخابات اللي فاتت كان فيها لعب بالليل، انت كده بتعترف ان الانتخابات اللي فاتت الورق اتلعب فيه بالليل، مش كده ولا ايه؟ صح؟ وبتقول ان ابنك كان ناجح باكتساح، يبقى احمد سليمان كان ناجح باكتساح هو كمان. ما هو اللي يخلي ابنك ناجح باكتساح والنتيجه تظهر لصالح هاني العتال، يبقى لما انت تنجح باكتساح يبقى المفروض ان يبقى لما النتيجه تظهر بسقوط احمد سليمان يبقى هو اللي ناجح باكتساح، مش كده ولا ايه؟ مش كده المنطق يبقى ماشي صح ومظبوط ولا يبقى غلط؟ وبعدين انت الاتهام ده بتوجهه لمين؟ اللي انا اعرفه ان هيئة قضايا الدولة هي اللي كانت بتشرف على الانتخابات اللي فاتت، ودي جهة محترمة جدا ولا شك ولا غبار ولا مساس ولا كلمة المفروض ان هي بتتقال عليها. التصريح ده انت بتوجهه لمين؟ ولا انت بتتهم في مين؟ لما بتقول الورق ده اتلعب فيه بتقول لمين الكلام ده؟ وهل هيتم السكوت برضو عن التصريح ده زي التصريحات اللي فاتت اللي اتسكت عليها وما زال السكوت عليها مستمرة؟ تمام ولا مش تمام؟ ده كلام في منتهى الأهمية وفي منتهى الايه؟
الخطورة. تصريح اللي انت قلته ده تصريح في منتهى الخطورة. لما تقول ان ابني كان هو اللي مكتسح الانتخابات وان الورق اتلعب فيه بالليل، دي اشارة لايه والمين واتهام بايه بالظبط؟ ولو هنوزن على نفس الوزن ده يبقى احمد سلمان هو رئيس نادي الايه الزمالك، لو هنمشي على نفس الوزن. فدي اسئله انت المفروض ان انت تطلع تقول انت بتوجه اتهام لمين، بتتهم مين بايه. انا عندي هيئه قضائيه محترمه جدا وشفافه جدا ونزيهه جدا، هي اللي اشرفت على ايه الانتخابات ديت، اللي هي هيئه قضايا الدوله. هيئه قضايا الدوله ده التصريح الاولاني اللي ما ينفعش ان هو يمر مرور الكرام. التصريح التاني بقى اللي هو اشد خطوره واللي اشد اهميه، وهو ان هو النهارده ابتدى يفتح تاني ملف كان اتقفل، اللي هو استئناف بطوله الدوري العام. استئناف بطوله الدوري العام ملف اتفتح، الدنيا قامت، ما قعدتش فيه. مجموعه من الانديه كانت موافقه، مجموعه من الانديه كانت رافضه، وبعد كده قرار سيادي من رئاسه مجلس الوزراء من الدوله باستئناف بطوله الدوري العام، وبعد كده امتناع منه، وبعد كده تصادم منه، وبعد كده تراشق مع رئيس الوزراء ومع المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء بالتصريحات، وبعد كده هو التراجع. انا بحكي لكم الحدوتة سريعا، تراجع تمام، ان لا هعمل المسحة، وهعمل المسحة على ايه، على حسابي كمان. امبارح طالع في الفيديو بيقول مجموعة من الجمل الخطيرة جدا والتصريحات الخطيرة جدا، واللي قال رئيس الوزراء لما قلت النشاط يرجع هو ده النموذج، ده هو اللي قال كده، كلام على لسانه. قال رئيس الوزراء لما قلت النشاط يرجع هو ده النموذج، وشاور على الجمعية الايه العمومية. مش الدوري هو الايه النموذج، مش الدوري هو النموذج. المنظر ده الناس تمام، هو دوت النموذج الحقيقي لعودة الايه النشاط، انما مش النموذج ان البطولة الدوري العام تتعمل علشان خاطر واحد. طب ما حضرتك تروح تشتغل مكان رئيس الوزراء بدل ما تقعد تعدل عليه. يعني لما انت تطلع النهارده وانت تفهم احسن منه، ولا تفهم افضل منه، ولا انت عندك معلومات اكتر منه، ولا انت بتخش في مواجهة اخرى تانية معاه ليه في هذا التوقيت؟ ورجعت بعد كده قلت مش هي دي هيبة الدولة، لا هي دي هيبة الدولة، مش هي دي هيبة الدولة ان النشاط الرياضي يرجع، لا هي دي هيبة الدولة ان الجمعية العمومية هي اللي تبقى موجودة وهي اللي ايه هي اللي تحضر، مش هيبة الدولة ان محمود الخطيب ياخد بطولة قبل الانتخابات ايه بتاعته، مش كده؟ هيبة الدولة ان الناس تيجي تقول رأيها بحرية، وهيبة الدولة انك ترجع الاعضاء تاني لانديتهم. لو الجمعية العمومية اللي هي السيد خدت قرار بعدم استكمال الدوري، محدش هيجبر حد يعمل حاجة غصب عنه، محدش هيجبر حد يعمل حاجة غصب عنه. انت بتعمل ايه وليه بتعمل كده في التوقيت ده؟ ماشي، ليه بتعمل كده في التوقيت ده؟ التصريحات اللي اتقالت امبارح واللي انا قلتها لحضراتكم على لسانه ما هي الا عبارة عن ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية هو بيعيد فتح قضية وموضوع اتقفل وخلصنا منه، فبيبخ فيه النار من جديد، او بيشعلله من جديد، او بيفتحه من جديد، سموها زي ما تسموها، ان هو بيقوم الموضوع من جديد بعد ما الفتنة دي كانت خلصت. ده الحاجة الاولانية. الحاجة التانية هو بيعدل على رئيس الوزراء في توجهاته،
لما بيقول له عودة النشاط، لا هي دي مش هي دي. طب ما تشيله رئيس الوزراء واقعد انت مكانه اشتغل انت، يعني بدل ما انت تروح تعدل عليه وتقول له لا ما تروح انت شيله اشتغل انت، مش كده ولا ايه؟ ولما تعرفوا هبت الدولة فين من عدمها برضه خلاص روح انت اشتغل مكانه، او انت شيل وزير الشباب والرياضة واشتغل مكانه. يعني ده اللي انا افهمه، اشتغل ايه؟ وزير الشباب والرياضة انت مكانه افضل لك يعني. والرسائل اللي انت بتصدرها من وقت ها للتاني ان ايه، زي ما انا قلت لحضراتكم، ويمكن احنا كنا قارين هذا المشهد من 3 4 ايام وكنا اوائل الناس اللي قارينه، تمام؟ من 3 4 ايام، وقلت لكم ايه؟ قلت لكم هو هيتحصن ويحتمي، تمام، بعضو الجمعيه العموميه، وهياخد قرار في الجمعيه العموميه بعدم لعب الدوري العام، تمام، والاهداف هتبقى لثلاث اهداف، يعني هيحقق من الكلام ده 3 اهداف. اللي ما كانش عاوز يقابله، اللي ما كانش عاوز يقابله وكان منفض له ومش فاضيله ومش عاوزين وجع دماغ دلوقتي، فهو بيضغط عليه بالورق دي عشان يقابله. ادي واحد. اتنين، ورقة هيستخدمها في قاعدة علشان يكسب بيها بعض المكاسب الشخصية دي، ده اتنين. تلاتة، ورقة ضغط أكبر على الخطيب في هذا التوقيت لقبول الحلول الودية اللي الخطيب لن يقبل بيها، لان جمهور النادي الاهلي مش هيسيب الخطيب. عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي مش هيسيب الايه؟ الخطيب. لو حل ودي فيما يخص التجاوزات اللي تمت في حقه، فيما يخص هذا الكم الكبير من البلاغات اللي ايه؟ اللي اتعملت. مفيش مشكلة. احنا معانا ساعات، وساعات قليلة ما هياش كبيرة، ونتيجة الفرز بتاع الجمعية العمومية هتطلع، ونتيجة من قال ماشي واللي قال لأ ماشي، وهنشوف الأيام اللي إيه اللي جاية الإيه القضية الجديدة اللي هو بيفتحها هتبقى إيه، أو الموضوع الكبير اللي هيتفتح هيبقى إيه. هو دوت اللي إحنا هنشوفه الفترة اللي جاية بمشيئة الله. إيه؟ بمشيئة الله تعالى. على وعد بلقاء بكرة، ولو النتيجة ظهرت يعني في غضون ساعات لحقنا نطلع لايف تاني بالليل، بإذن الله هنطلع. ماشي. العصفورة والهدهد، ما عشان الجمعية دلوقتي بس إيه شغالة، لسه عايزين نجيب لكم هدهد سليم بنسبة 1,000,000%. إنما الهدهد يعني راح وقال إن الأغلبية لأ. ماشي؟ الأغلبية لأ. الهدهد قال الأغلبية لأ. ده الهدهد. قال الأغلبية لأ. إن شاء الله بإذن الله هنعرف الأمور هتبقى ماشية إزاي، وهنرجع لحضراتكم بالخبر اليقين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.